اهلا بكم يا جماعه في حلقه جديده من سلسله اسلحه الجيش المصري. والنهارده ان شاء الله هتكلم عن الاسلحه المضاده للدروع، وبالتحديد عن الار بي جي 7 ولاو ام 72. واول حاجه هنبدا نتكلم فيها في حلقه النهارده هو الار بي جي 7. والار بي جي 7 هي قاذفه صاروخيه سوفيتيه. القاذفه دي بتستخدمها قوات المشاه عشان تقدر ان هي تقاوم الدبابات. والسلاح الار بي جي في الاصل هو سلاح اتصمم عشان يكون مع قوات المشاة، عشان قوات المشاة في أصعب الظروف تتعامل مع الدبابات. وتم إنتاج السلاح ده سنة 1961، وهو أسهل الأسلحة اللي بتستخدمها قوات المشاة عشان تضرب بيها دبابات العدو، وهو سلاح أساسي في الكمان اللي بتعملها قوات المشاة للدبابات. ويستخدمه برضه تشكيلات من القوات المظلية والقوات الخاصة، وليه أدوار متعددة وكتيرة جدا زي تدمير التحصينات وتدمير مرابط الرشاشات اللي بتكون موجودة في الكهوف والجبال. ويقدر برضو قوات المشاة وهم على الأرض يتعاملوا بيه مع القوات القناصة اللي بتكون موجودة على ارتفاع عالي جدا. ودلوقتي هنبدأ نتكلم عن تاريخ الار بي جي بشكل عام، وظهر أول نموذج لسلاح الار بي جي في سنة 1952 بعد الحرب العالمية الثانية، وكان اسمه ار بي جي 2، وكان فعال جدا في الوقت ده. بس عيبه الوحيد انه كان مساره مرتفع جدا ومداه كان 1000 متر فقط. وقدر السوفيت ان هم يصنعوا نموذج مطور من الار بي جي 2 وخلوه ار بي جي 7. وتصنع السلاح ده سنة 1959، واول ظهور ليه كان في عرض عسكري في موسكو سنة 1962. واثبت السلاح ده جدارة وفعالية كبيرة جدا عشان كان فيه مميزات كتيرة ما كانتش متوفرة في اي سلاح تاني، ومن اكتر القاذفات الصاروخية لغاية وقتنا الحالي انتشار على مستوى العالم. ودلوقتي هيبدأ نتكلم عن مواصفات الار بي جي، ومواصفاته كتيرة جدا. اولها ان هو نوعه قاذفة صاروخية الدفع بلد الاصل الاتحاد السوفيتي السابق. فترة الاستخدام من سنة 1961 لغاية الوقت الحالي تم صنعه سنة 1961، والكمية المصنوعة منه 9 مليون قطعة، وزنه 7 كيلو جرام، وطوله 950 ملي متر، ومداه 500 متر. ودلوقتي هنبدأ نتكلم في الجزء الثاني من حلقة النهاردة، وهو السلاح لاو ام 72. وهو سلاح خفيف مضاد للدبابات، وهو سلاح محمول على الكتف زي الار بي جي برضو، مضاد للدبابات ذو طلقة واحدة، وقذيفة غير موجهة مقاسها 66 ملي. وطبعا انا كنت الحلقة اللي فاتت شرحت يعني ايه طلقة واحدة وقذيفة موجهة، يعني بتتوجه على حسب الهدف اللي بيتم تحديده عشان يتم ضربه، ومقاسها 66 ملي متر. وتم تطوير وحدة دفع الصاروخ الصلب للسلاح ده سنة 1959 في مختبر أبحاث روم وهاس المنشئين جديد في مدينة ريد ستون أرسنال. والسلاح ده وقت تطويره كان سلاح جديد وقوي جدا. والتصميم الشامل لنظام السلاح ده كان جهد تعاوني بين مجموعة من العلماء في تطوير الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية. وبدأ إنتاج السلاح ده في أمريكا في ولاية من ولاياتها، ولاية هيسن الشرقية سنة 1963، وانتهى سنة 1983، يعني حوالي 20 سنة. وحاليا بيتم تصنيع السلاح ده في دولة النرويج، ودي جانب مجموعة من الشركات الأمريكية. الشركة دي أهم شركة ليها في ولاية أريزونا. ودلوقتي هبدأ نتكلم عن أهم مواصفات السلاح ده. ولما نتكلم عن مواصفات السلاح ده هنلاقيها مواصفات قوية جدا. أهمها النوع، هو أنظمة مضادة للدبابات محمولة على الكتف، يعني سلاح خفيف تقدر قوات المشاة تتحرك بيه في أي حتة. بلد الأصل الولايات المتحدة الأمريكية. فترة الاستخدام من 1963 لغاية الوقت الحالي من أهم الحروب حرب فيتنام. وزن 2.5 كيلو جرام، والمدى 200 متر. وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وإن شاء الله الحلقات الجاية أكمل كلام معاكم عن الأنظمة المضادة للدروع. وهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكريبشن. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.